يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد النبوي وهم جماعة، فهل الأفضل أن يصلوا في الصف الأول أم في الروضة؟ الصف الأول خلف الإمام، والإمام راح ما فيه إمام، فهم يصلون خلف إمامهم سواء في آخر المسجد أو في وسطه أو في أوله، المكان اللي تيسر يصلون فيه، والفضيلة تتعلق بإمامهم. نعم.